الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ترأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تطلع به لجنة الاتصال باعتبارها إحدى الآليات الفعالة دوليا في تنسيق جهود المساعدات بين مختلف الأطراف، استنادا لإيمان راسخ إزاء أهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين. كما أكد وزير الخارجية التزام مصر تجاه مواصلة جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة وما حققته الشركات المصرية والقوى العاملة الفلسطينية من إنجازات ملموسة على هذا المسار، مشجعا الأطراف الدولية المانحة بدورها على تجديد جهودها في عملية إعادة الإعمار. أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس خصص نحو 11.7 مليار دولار على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال. وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتردانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات بما يشمل 4.2 مليون نسمة. دمر الجيش الأوكراني قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم بصواريخ دقيقة، وأكدت مصادر بجهاز الأمن الأوكراني أنه تم تدمير مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة سيفاستوبول، مشيرة إلى أنه شارك في العملية جهاز الأمن الأوكراني والقوات الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. أعرب البيت الأبيض عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورنو كاراباخ بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمن في المنطقة الانفصالية. وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده تراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورنو كاراباخ، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان، حيث توجد الآن مخاوف من أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار إيجابية. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش المشتركة الأمريكية بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 صوتا معارضا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مايو الماضي تعيين الجنرال براون رئيسا لهيئة الأركان، مشيدا بالمؤهلات العسكرية التي يتمتع بها ومزاياه الشخصية، لا سيما انخراطه في مكافحة العنصرية، لكن هذا التعيين كان يتم عرقلة إقرار في مجلس الشيوخ. حذر رؤساء المستشفيات في بريطانيا من مخاطر إضراب الأطباء على سلامة المرضى، خاصة مع توقف الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة. ووصل الأطباء إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة تعيشها بريطانيا منذ فترة طويلة. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية إن الإضراب يمكن أن يتسبب في إلغاء 100,000 عملية جراحية. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي والذي يتراوح من 5.25% إلى 5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاما. كانت لجنة السوق المفتوحة بالمجلس المعنية باتخاذ قرارات الفائدة قد قررت في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، وعقب قرار تثبيت الفائدة انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 53 سنتا لتبلغ 90.67 دولارا للبرميل.